يعني بدايتي ستكون من إشارة حملة ترامب لفكرة يعني السلام من خلال القوة. في رأيك بأي طريقة يسعى إلى إقرار السلام وبالطبع في منطقة الشرق الأوسط؟ هو الطرح ده بيرتبط مع نظرية مهمة اسمها نظرية تحول القوة، ان الولايات المتحدة يجب ان تظهر عضلاتها وقوتها السياسية في العالم، والشرق الاوسط واحد من تلك المناطق في العالم. يعني الإدارة الأمريكية هي دلوقتي على كلام ترامب اللي هو قاله في الحملة الانتخابية واللي بيأكد عليه بأنه سيكون صانع السلام وأنه القادر بأن يوقف نتنياهو، ويكرر هذه الكلمة أكثر من مرة بأنه هو القادر على أن يوقف نتنياهو. ربما اللوبي الإسرائيلي منزعج إلى حد ما، لأن 79% من اليهود الأمريكيين صوتوا إلى كاميلا هاريس وليس إلى دونالد ترامب، وهذه يعني معلومة طبعا بالتأكيد ستحط في عقل وتفكير دونالد ترامب وهو يتحدث عن شرق أوسط تقف في هذه الحرب. لا يمكن إلا أن تلام الإدارة الديمقراطية على أنها لم تظهر قوتها كولايات متحدة أمريكية بوقف إطلاق النار، بعدما تحدث الأوروبيين للولايات المتحدة الأمريكية، تحدثت دول إقليمية كبيرة أهمها مصر بضرورة أن توقف هذه الحرب الظالمة، ولم تسمع الإدارة لكل هذه النداءات، وبالتالي نقدر ان احنا نقول ان في امال كبيره متوقعه على الرئيس ترامب. يعني حتى لما قابل الجاليه العربيه في ميشيغان اكتر من مره واكد لهم بانه سيوقف الحرب في فلسطين ولبنان. المنتظر كما حضرتك اشرت في المقدمه المهمه فريق العمل الذي سيعاون ويتعامل مع دونالد ترامب، وننظر ايضا إلى الفترة الانتقالية المتبقية لعمر الإدارة الديمقراطية ماذا ستفعل. ولكن يبدو أن احتياجات دولة الاحتلال من السلاح يبدو أنها لن تتوقف مع هذه الفترة الانتقالية، ولكن يظل الدور معولا وكبيرا على الرئيس ترامب في إدارة السياسة الداخلية والسياسة الخارجية ملفات كثيرة، لأنه قرر أكثر من مرة. هل تعتقد أن ترامب سيكون أكثر حزما ويضغط على نتنياهو لتغيير مسار هذه الحرب سواء على غزة أو لبنان بعكس بايدن؟ يعني هو تفاخر دونالد ترامب، يعني نحن نحاول نربط بين الفترة اللي قضاها في السلطة 16-20 والفترة اللي كان بيحاول يرجع للسلطة 20-24 ودلوقتي راجع ل 24. كلام دونالد ترامب في الحملة الانتخابية ديت وبتغير كثير من الاستراتيجيات وطريقة العمل يبدو أنه يقدم نفسه على أنه صانع سلام، لأنه كان يتفاخر بأن خلال ولايته 16-20 لم تحدث حروب ولا في الشرق الأوسط ولا الحرب الأوكرانية الروسية، ولكن يعني أكد على يعني أنه سيكون من أول المدافعين أو المتحركين لوقف هذه الحرب. ولكن اختبار علاقة ترامب بنتنياهو، اختبار علاقة ترامب بدول كبيرة في الشرق الأوسط، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، الإمارات، يبدو أن الرجل يضع في اعتباره دور مهم للدول الكبيرة مع مصر في تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط. وأنا أفتكر أن مخاطبة أو محادثة الرئيس السيسي مع الرئيس ترامب بالفعل كان هذا